رجعنا 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 ما بعدنا ورجعنا مع عبدالي رجعنا مع عبدالي شو تايم. وكان تحبوا تربحوا كرهبة جديدة تو توبسيون تبحثوا حرف على 85-899 وتجيوا لهنا تنجموا تهزوا كرهبتكم من عبدالي شو تايم التاسعة. ومرة هذية باش نخلي اليوم اهو عربي اهو يقدم لنا ضيفة خاصة جدا جدا جدا. إذا حضرات السادة الأفاضل ما زال لقونا بكم يتواصل، نستقبل معا بكل شغف كاتبة وأديبة برزت بروزا ملفتة للأنظار في بداية القرن 21، هي نجلة الكاتب وسيناريست الكبير إكسلانسة الطاهر الفازع. إلينا وإليكم لبوة من ظهر أسد الإكسلانسة يا فاتن الفازع. الحمد لله جبت لنا زوز كتب كادو هذوما في يدك ترى. تفضل. هذاك كتابي هذا جديد وهذاك القديم وهذا القديم باش نحكيو فيهم. في عبدالي شو تايم ما جبناش برشا ناس كتبت كتب، للاسف الشعب ما يستهلكش برشا الكتاب، ذا اللي نحن من الشعوب اللي مقصره برشا. والله فما رجوع للكتاب العامين هذوما الاخرانيين ان توكا، فما تحس رجعوا شويه اكثر الناس للكتاب. وانا دو توت لي مانيير جي تي اغريابلمون سوربريز بكتابي اسرار عائليه. اسرار عائليه معناها بالنسبه الكاتبه اللي خرجت كتابها الاولاني عمل ارقام قياسيه ريكور ونجح برشا برشا برشا. أيه؟ هذا اللي خلانا زاد نستدعاوك. يعيشك. سورتو اللي عندك كتاب ثاني اليوم. شنو الكتاب الاولاني عطاك القوة باش تعمل كتاب ثاني، ولا هذاك هو الكاتب يلزمو يكتب؟ زوز. انا بعمري لا خممت لا باش نولي كاتبه لا باش نكتب، لا كنت في بالي، ما كنتش نعرف نكتب دايوغ، معناها حتى كي كنا نقراو في الليسي ما كنتش من العباد اللي طيارات في الكتيبه ولا مغرومين ولا لا لا نورمال معناها. لكن فات نستنى قبل ما نبداو مهم موضوع هذا. لكن انت ظهر لي في الاديان الشيء، يعني في البوك طاهر الفازع معناها. اي في الاديان هذاك وقتك ساده سيناريست. اي دور معناها الدومين مش غريب عليك. هو شنو خاطر احنا كي تبدا بنت كاتب دونك تبدا قريت برشا كتب. كنت ديما نخمم نقول باش نكتب سيناريو، خاطر انا بديت على الفيسبوك كيف نقولوا عام 2013 ولا 2014، وفيسع فيسع فيسع العباد معناها ولا عندي برشا دي فولوور بداوا يهتموا بيك. بداوا يهتموا بيا ومغرومين بيا، والناس الكل يقولوا تعرف تكتب تعرف تكتب. اي قلت خلي اختي تكتب في سيناريو، قلت اي برا حتى انا نكتب سيناريو. بديت ومن بعد قصيت مشيت لالمانيا على خاطر اونتخ تو ما عادش نعيش في تونس. من بعد عشت تجارب خايبين برشا معناها في حياتي، ومامتي توفيت الله يرحمها وينعمها، وتوفيت وانا في المانيا. هبلت على خاطر انا مامتي كاني ماما ربيتك. اكثر اكثر اي ربيتني. دونك وليت الفكره بعد كلي قعدت عام معناها مريضه كومبليتمون ديبرسيون، ما جيت انكونسولابل معناها احزن عبد في العالم. بعد نهار من نهارات بديت هكا نشد في روحي شويه وقريت كتاب انا نتاع اليف شفاك. كي وفي الكتاب هذاك بكيت، حسيت روحي وحدي وانا في الغربه، كان مونسني شيخه بيه. وكم جو فولي روندر هوماج لمامتي، قلت باش نعمل الكتاب باش نحييها على الاوراق وباش نعمل لها ان هوماج على خاطرها اسرار عائليه. اسرار عائليه وكتبت اسونسيلمون بور روندر هوماج ا ما غرومير الله يرحمها وينعمها ماما عيسى. وبدا وهي حيه معناها حسيتها معايا وانا نكتب هي مازلت حيه في لي شابيتر الاولاني، لين وصلت في الاخر معناها الشابيتر اللي هذاك يظل اللي بكى اللي قراوا اسرار عائليه الكل اللي انا فيدي كتبته انا نبكي نصيح مش نبكي. ونهارتها حسيت روحي دفنتها وعطيتها حقها، خاطر حسيت بالذنب كيفاش ماما ما جابتش صغار معناها هي مرت بو عزيزي وربيتني انا كاني بنتها. حسيت روحي خنت ذاكرتها كي ما حضرتش عليها ما وصلتهاش لبلاصتها ما بكيتش عليها كوميل سدوا، ما عنديش صغار نتاعها من صلبه. تي راترابي بكتاب. فهمت اللي القلب يولد
مش الارحام. ايج وعطيتها حقها وتوا العبيد يبعثوا لي ويقولوا لي يرحم ساسو معناتها الله يرحمها. باهي سامحني تو انت كي قررت تكتب اسرار عائليه جينيرالمون ديما اي واحد باش يكتب اسرار عائليه تصير مهما كان ليكريفا مهما كانت العائله دوغري دو كونسيونس نتاعها ودو اوفرتور دو سبري كل شيء ديما كتاب تصير حاله فزع في العائله. طه الفازع شنو كان موقفه؟ شنو باش تكتب اسرار عائليه و... هو من الاول راهو انا بعد فقط اللي انا ما با بريزو سيريو بابا كي قلت له باش نكتب كتاب قريت له صفحتين قلت له قلت هيا عندنا احنا دار نشر قلت هاي سهله ما عنديش باش نقعد لوج نشر دايوغ كان ما جيتش عندنا دار نشر ما يجيش لبالي نكتب كتاب كلامته قلت له بابا باش نكتب كتاب قال لي الله يبارك في باله باش يخرج لي 300 نسخه كها وقال هي ديما تعمل في العمايل برا قعدت كان كتاب ما كتبتوش برا خليوها تكتبوا معناها هو تو خرج لها 300 نسخه ما تكلفوا حتى شيء معناها ودونك كي عجبوا لو كونتوني ولا خذاني معناها اي ما بريزو سيريو وخرج لي كتاب بالحق معناها ما تقلقش من الاسرار اللي في سنصرني بابا سنصرك فقت به سنصرني وفقت به بعد ما الكتاب اسرار عائليه تبعث بو سنصرك تقول فيها تو في التلفزه نورمال اي سنصرني بابا بالحق والله سنصرني قال لي انت تحب تعمل مشاكل في العائله ودرا شنو وليت نبكي انا قلت له ما تخرجوليش من بعد بيان سور خليني ورجعوا الكتاب كيف ما انا حبيت بالضبط افيك دو ريكول شنو كانت بعد كي تحكيوا على البارتي اللي تسنصرت ما نحكيوش ما تحكيوش فيها لا اللي هي اللي هي عركتي مع امي حكيت كيفاش معناها انا جيت باش نطلق وماما معناها ما حسيتهاش وقفت معايا كومي سودوا وهي من بعد انا فقت اللي هذاك عملته بور مو بروتيجي كايها ام معناتها مي ان ما فالو دو تون باش نفهم اللي ماما عملته هذاك بور مو بروتيجي خاطرها خايفه عليا في وقتها ظهرت لي ياسر صعيبه معايا وحسيت انا اللي انا حاجتي ب اكثر حنين اكثر وقفه انت انت يعني فاتن اللي يعرفك في الحقيقه يعرفوك مقربعه معنا اي سامحني على كلمه مقربعه من دون سونس دون لو بون سونس ليه مازلت مازلت مقربعه الحمد لله هاي سيبي مقربعه وفضلك وضحكه وبرشا معناها فوالا ما تظهرش كاتبه جمله واحده جينيرالمون البروفيل بتاع الكاتبه ولا الكاتبه ناس جديين والبروفيل ستيريوتيب اللي نات قاعده بوزه وبالعربيه الفصحى هكا ودرا شنو ولا توا الماكياج قال لي مشي شي صغير بكره قاصه قلت له هاني كاتبه اه يا باهي بيدرك ديما ما نقول لك شنو النمرو اللي باش تعملوا لا العباد مستانسين بيا معناتها حتى في فيسبوك ما تبدلتش ما زلت مانيش مقتنعه اللي انا كاتبه مش خير اقعد هكا يا خير مش فهمتها شنو اللي يخليك ماكش مقتنع بحاجات صاروا بحاجات ولاو ملموس سيني بلو دو فيرتويل حاجه نجحت مانيش مصدقه السكسي اللي جاي هكاك اون بلوس انا تيلمون عملت عمايل وكنت ديما فاشله ونعمل كان في حاجات معناها اشاك فوا سي ان غاتاج معناتها كل حاجه نعملها دونك نهار اللي نجحت ما صدقتش اه مش مصدقه توا هذاك والله توا لاني مصدقه اللي انت صفقوا عليها ركيت ناجحه امورك باهيه بون حكينا على السكسي كلاب كتاب الاولاني في ظرف عام ووصل للطبعه السادسه نتاعو اي في تونس معناها تبيع 6000 نسخه اليوم و... انا الاولى في الفناك الاولى في كارفور بيست سيلر ميور فونت بارتو سر نجاح الاولاني اسكو الكتيبه السهله الدلجه اسكو زاد التونسي ولا فوايور يحب الخنار شويه يحب الاسرار يحب هو راهو اسرار عائليه اونتر بارونتيز مش الكل دي بيرسوناج بالحق يعني فما دي بيرسوناج لي فما دي بيرسوناج من راسي ما همش حكايات فما جي روندو اوماج معناها اما مانيير الحبيب بوعبين عملت عليها ان بيرسوناج سميته حنا السكران خاطر سي كان كيما ماركي ريتو مره في حياتي وطلعت عليه الحكايه من راسي معناها ومن اكثر لي شابيتر اللي خذاو سكسي في اي لكن فما نوع من الفوايوريزم عند التوانسه تحسوا ما نتصورش على الفوايوريزم نتصور على خاطر اولا قرب الموضوع من قلوب الناس اي لا غروند سانسيريتي بلاش كذب الكتاب هذاك معناها كانك وقفت قدام المرايه بديت تحكي وبديت تحكي معناها وكيف نقولوا احنا عريت روحك قدام المرايه خافش مراه تونسيه اليوم بنت ناس معروفين كمان معناها ماكش كلي مثلا انكونيتو كان صارت فازه صارت ما صارتش سي با غراف ما نخافش تكتب كتاب اكايا اليوم امراه
تعري روحك كما نقولوا نحن انتليكتويلمون، تعري روحك بحكاياتك. كمان فما حاجات بالحق على عائلتك، فما حاجات حتى عائلتك من الاول ما فقوش عليهم. شنو اللي يخليك ما تخافش؟ تقربيعه مهبله ولا مثلا ولا الشجاعه ولا سي لو بوزوان تقول لك هاو سي بلي فور كومون؟ وقيت احنا راهو زاده في تونس وقيت باش نتحرر ومن برشا حاجات. انا بيسك مون اكسبيريونس زاده في المانيا خلتني نراجع نفسي ونراجع نظرتي لبرشا حاجات تربينا بهم، واللي انا لقيتهم ناس بكري مش اللي قالوه لنا الكل صحيح، يقالوه كي كانوا هما ناس بكري، ناس توا احنا نقولوا حاجاتنا وناس من بعد نظهروا لهم احنا زاده قدم ويقولوا كلامهم. وقيت باش نحكيو على حاجات بعمره لا تحكي فيهم. وقيت شنو مثلا؟ مثلا على المراه كرهت راجلها معرسة وكرهت راجلها، ما عادش عينها وما تخدمش وما عندهاش فلوس وقاعدة في سجن معناها وما تنجمش تقدم قدام. وقيت باش انا حكيت في الكتاب هذاك كيفاش ان مومون دوني بالديبرسيون معناها اللي عملت كي نوع من الديبرسيون جيتي معناها فينونسيرمون مانيش مستقله معناها ماديا واوبليجي معناها باش نقعد في دار راجلي خاطر عندي زوز صغار. انا ولادي معناها انا بنتي وصلت نحمل فيها وندعي ربي ربي خليني نحس طرف حب كاني شاده مخده بعمره لا تحكي فيه الموضوع هذا. احنا الامومه مربوطه بصيغه قداسه، وكان نشوف قداش امهات قالوا هي لي لا ماهيش حاجه باهيه انا قعدت اما ما يتقالش هذا تابو شيء المسكوت عنه. المسكوت عنه في الكتاب الجديد حكيت على الامهات العازبات اللي هي سيت اون كوز اللي انا ندافع عليها. بالنسبه لي الصغير اللي ربي قرر باش يجي يقعد علاش ماشي الميت اللي تجيب صغير تتحمل مسؤوليتها وكل عبد يتلا في روحه. واللي جابته بعرس مرحبا، اللي جابته بلاش عرس صغير مجاجي. الكتاب الجديد نتاعك من الحب ما فشل. من الحب ما فشل سيجي داكتواليتي. والسيجي نتاعك زاده حياتي معناها فيه هذايا. لا تي سونتيمون. لا انا كل حب معناها ما نفشلش، حتى نفشل نعاود من غدوه بعد غدوه لين ننجح. فهمت. ما نسلمش. تحاسب فيه في الرجال؟ لا انا نحبهم الرجال ساعه. ليه؟ هذا موجه اكثر للنساء. ما عنديش انا كره للرجال، انا رجال نحبهم بالحق. ما قلت لكش تكره محاسبه. انا لومت على النساء وعلى الرجال في الفشل في الحب المره هذه. لومت عن نساء ساعات على كذبهم. على الكوبل التونسي تحكي؟ اي انا ما نحكي كان على تونس معناها من موضوع مهم. الكوبل التونسي من اخطر ما فما اللي ما تحكيش فيه برشا. اي وعلى خاطر انا نشوف فما مشكل نتاع حب ديجا لفيت نتاعك اللي تلقى الناس نهار وطول وهما لابسين مريول فيه انا محلاني والا بوزيتيف فايبس والا درا شنو معناها ظهر ناقص حنان. ناقص حنان خاطر انا كي نبدا جو سوي اموغوز نشوف الدنيا مزيانه ولونها غوز وفم فرطاتوات وشمس. شنو من اسباب الفشل الكوبل التونسي؟ لا ليبوكريزي. هذايا مش هذايا بلوتو مش فشل في كوبل، راهو نحكي على صعب انك تلقى لو بارتنير اللي تحب عليه. معناها انا نشوف في بنات دايرين بيا عمرهم مثل بين 30 32 34 ومحليهم وما ناقصهم حتى شيء، اي افيك سا فاشلين على الاخر في الحب ما لقاوش العبد. فما نوع من اي فما ايبوكريزي وفما سكيزوفرينيا زاده، وفما اولاد يحبوك انت متفتحه وتقتل ويخرجوا يسهروا معاك ونهار اللي باش يعرس ما يعرسش بيك. يعرس الموديل الاخر موديل اللي شبه الام وشاد الدار وتطيب له وتهني. حتى من شدة الدار ياخذها عام عامين ويرجع يصوحب الاخرى خاطر هذيك تنجم يقول يقولها عندي مشاكل مع مرتي وكل ومش متفاهمين. معناها هذا هذا سي با ان ستيريوتيب سي ان فيريتي خاطر نحن نفدلكوا به. هذيك صحيحة صحيحة. ليه ما حكيت أنا حتى على لو بليزير كوبابل معناتها ما نعرفش اسكو أنت تسمح لي باش نحكي في كل شيء. تفضل مثلا أي باش نعطيك أنا حاجة اللي أنا ذا موضوع ياسر مهم بالنسبة لي أنا. تجي تحكي مع طفلة تقول لك بعد ما خذاه حاجته طفيني. انت حاجته خذاها وحده
انت ماكم خذيتوها في زوز، يعني لازم البنات زاده اليوم كي تعمل حاجه تحمل مسؤوليتك يا اخي. ذيك شبيك ذنب اقترفتوا الحاجه اللي ما تنجمش تعملها، كي غدوه ما نعرفش نغزل روحي في المرايه ما نعملهاش، ما نعمل كان لي غدوه كي نغزل روحي في المرايه نبدا فرحانه بروحي وعملتها وفرحانه بها. كلام ذي فم برشا نساء يقولوه في بعضهم في التريك يتمنوا يقولوه ما يقولوهش في المجتمع. هاني يقولوا لهم علاش ما ماخذين سكسي كتبتي؟ خاطر انا نقول لهم اللي ما ينجموش يقولوه. باهي فاتنا نعرفك هكا من عائله فنيه وميم طون وانت بيدك مثلت تي نعرف مش من بينش اصحاب. في بالك من الاول ما عقلتكش وقت سلمت عليك في ما تبارك الله هذا هزيت صحتك شويه نقولوا باش ما لا نعرفك انا خلتنا بعضنا نحن صغار وانا توا اللي رجعني ليك صوتك وضحكتك هي بيدا اقل حاجه تقوم تضحك. وبوك نهار كامل خالط علينا يزيوم البلاد يزيوم البلاد يقعدوا رايدين ودرا شنو. باهي نشوف اكستريم المسلسل ديجا ال ال عندنا اضحك للدنيا وين؟ على سلامتكم يا جماعه. يسلمك. شنو بيك توا لابسه مرايات تاع شمس؟ يا اخي ما فهمتش الحكايه ماما. ما خاطرني استاخ وخايفة لا يقلقوني، تعرف أنا نمشي وهكا هكا في جورتي يحبوا علي زوتوغراف. ومنين جبتهم؟ إيجا 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 ما تقوليش نقول لك والجواب صحيح. شي حريقة. سبحان الله في بليك بيدو نسمع فيهم قالوا هذيك هي سي عقلتها هذيك في وسطك توا موجوده طبعا حتى 70 سنه اخرين في وسطي وكنت جويده ودنيا واحده كنت من بعد سي بعد حليت لعب مع الجدار والماكله والكوزينه والدنيا ليسونسيال شيخه متهنية ليه والله انا ذوكم من الحاجات اللي فشلت فيهم يعني انا ديما عندي دي كومبا مع روحي منهم لو كومبا كونتر لو بوا فشلت فيه قبلت شنو في الاخر استعمل معناها انا ديما نحاول نعمل ريجيم ويوصل الليل انا نجوع الريجيم تاعك يوفى في الليل ترى والله ساعات يقعد ثلاث ايام بعدك او خذوا ملا العبرة عليها ليه على خاطر العالم سيرتو البنات هاي البنات صحيح حل الفريجيدير حل الفريجيدير ليه لازم يفهموا العباد اللي العالم يرفع الناس الكل فما رجال تحب المرأة مرأة فما الناس تحب المعيب قلت يا فما رجال يحب الزبالت وفما شكون يحب المروب والدنيا فما معناها العالم فيه درق قداش من مليار الكلنا يوما ما باش نلقاو العبد اللي باش يحبنا وباش نحبوه فو جامي بيغ ديسبواغ جامي ما احلاك فاتن والله ستور تروف توا باهي خل نشوفوا نحب تعرفك نعرفك تحب الضحك والفازات بربي يدخل يا دالي تونس يدخل الجماعة اللي حاضرين لهنا الكل واللي يتفرجوا فيا كل واحد عنده أم توفيت إن شاء الله ربي يرحمها واللي أمه حية إن شاء الله ربي يطول في عمرها ويفضل هيل أما لازمنا نعترفوا الناس الكل للأم التونسية أذكى أم في العالم البرة في الأوروب يمشي لها ولده يقول لها مامون جو تام تقول له ما أوسي جو تادور مون كور ماي لاف الأم التونسية أبو قلب الوحيدة في العالم يجيها ولده يقول لها أمي نحبك تقول والله 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 وراس وليدي لا عندي فرانك الأم التونسية الوحيدة في العالم اللي تصلي بالنية تصلي وتتكلم ثم لقطع معناها الناس الكل تبدأ أمك تصلي وتمشي تسرق لها منستوشة وتبدأ هي الله أكبر أمي تصلي وتتكلم شفت لها مرة قلت لها بلا لحظة المذهب اللي تبع فيه في الصلاة شنية أنت لك شافعية لك حنبلية لك حتى شيء شنو قالت لي مذهب أبوك الكلب برا جيب الباقيات الفتاه الاوروبيه يا ناس تمشي الامه تقولها فديت نحب نموت اللي هي حاجه وصلت السيره ذي من راسي جبتها معناها حتى كان صارت يجيبوا واحده مختصه تدور بالدار يجيبوا سانك بسيكولوج يحكيوا مع البنيه ويهزوا امها وابوها يبحثوا معاها علاش عملتوا للطفله باش قالت هكاك تقول لامها في تونس امي فديت نحب نموت باري عارس يموت عند راجل خسرتينا
يا ولدي البرة علاقة مرت الراجل بحماتها. يمشيوا يعملوا قهوة مع بعضهم، يتعشوا مع بعضهم، يسهروا مع بعضهم، يعملوا فوتينج مع بعضهم، حتى يطلق الطفل تبقى علاقتها بحماتها مخ يقف. معناه في تونس ابو قلب ما زلت في الخطبة تبدا قاعدة بحذا اختها. شفت اللفعة فكت لي ولدي اه جمعة بعد العرس في الحومة وكلتها له بخيتها اه يا فككة الرجال، هزيت لي ولدي من فوق حجري. الأم التونسية الوحيدة في العالم اللي كتموت شخصية من مسلسل تحبوا تعنى الحداد. نهار اللي ماتت هوية في حريم السلطان والله في دارنا نوح. وي هوية من الأرخوة، وي سليمان بشقة للشيحة. ثم لقطة تعملها تو الأصحاب علاش موجوع بالليل، الأصحاب علاش مجعولين الناس الكل، مش باش يجيك لداركم ولا الأم التونسية عملت تكنيك ما تعملوا كان الأم، أصحابك مازالوا باش يعملوا هكا باش يعيطوا لك، سكر الأنف والبيب، ضالي مش وخارج عندها دروس. جاني مرة راديو باش معايا روبورتاج في الدار، يا حاج بلا محمد علي لنا عندها دروس مش وخارج، سكرت عليهم الباب. حاجة أخرى، الأم التونسية الوحيدة في العالم أي قوت الأم خويا، تحب ديما ولدها يحكم في مرته وتحب ديما بنتها تحكم في رجلها. كيفاش؟ حاجة أخرى، الأم التونسية أو قوت الأم التونسية تجيك تلقاك من خويا منرفز وفادد، شبيك تقولك احكي لي؟ تقول أمي برجولية احكي لي سرك في بير. أمي برجولية نحب طفل، هي شبيه؟ حب وزيد حب ونوعدك وراس ولدي ما ناخذها لك، كمل قرايتك برك دقيقة ويدخل بوك. إجا شوف ولدك مصعب قرايتي وحب في البنات يا هامل. هاو قوت الأم التونسية. لحظة برك، الوحيدة اللي تحسك بالظل، تحسك بالظل والإهانة كي تبعثك تجيب حاجة وما تجيبهاش، تقول لك دالي برا جيب لي الباقيت، تقول لها نتفرج على الماتش. فجأة تاني تقلب دراما، أعطيني لحن برسمك حزين. اقعد. تو نهبط وحدي نجيب الباقيت. ومطر تصب. الكلاب في الشارع. ولد فضيلة بالغمزة. يمشي ديريكت لأمه. كان انا ولدي امي كاو والله ما نمشي قص 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 كاو كاو. وكيما قال الشاعر كنت تعمل فيها ديما بازا دي. وكيما قال الشاعر لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شي لا همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها حاجات كتيرة مش جديدة، لما جيت اكتب عن امي عجزة قدام القصيدة. ندخلوا في الصحيح في الغريق. ندخل. انت جريئة جريئة. صحيح ولا غلط عشت قصة حب مع بطل كتابك الجديد؟ صحيح، جو سوي طومبي اموغوز شخصيه من الكتاب، تلمو عملته كلي هكا ما تشو انا نحبهم هذوكم. والله اللي كلمت با قلت له بابا شنو وقت شخصيه معناها من الكتاب مش موجوده هي. اه مالك كي حاجتكم بعضكم شي يصير؟ فصلته كيف ما نحبوا نشتي بوسلوراق ولا شنو اشتا. كلمت با قلت له بابا والله جو سوي طومبي اموغوز دو خالد، قال لي مي بيان سور تو نيم كو لي فويو. خالد زوفري في ال اي انا كان الزوفره نحبهم نغري. به اكثر مقطع تحبه في الكتاب الجديد؟ نقراه لك تحب؟ تفضل. هو المقطع التيلاني، ما جيتش للدنيا ذايا باش ينظروا عليا على كذب الديمقراطيه والشيوعيه والامبرياليه والراسماليه والوهابيه والسلفيه، في بالي جيت باش نقرا على الحضارات، ندور بين المعابد والحانات، باش نحلم، باش نعنق النجوم، باش نتفرج في الرسوم، باش نعدي ايامات في وسط كثبان الصحراء نسوق وليالي وانا نروق، باش نتلاطخ مع موج البحر، باش نصور فوق اوراق الجر، باش نشطح فوق السحاب، باش نذوب في وسط الذباب، لا ما تحطوليش الجام، حب نكسر البلج، نخرج نسيح ونحتج، ما تسرقوش من قلبي الحب، ما نحبش نقراه كان في الكتب، يقولوا لي العالم هذا مزيان، يكذبوا علينا، العالم ما يشبهليش، ما عندوش بوسة الخالة اللي في كف يديا، لا الورد اللي على خديا، ما عندوش لمعة عينيا، ما عندوش السر اللي في رموش كل بنية،
العالم هذا كذاب ما تمشي فيه حتى نصيحة، كل يوم يعطيك تريحة ويزيد يخزر لك بعين صحيحة، يلعب بيك يبيعك ويضحك على شريك. حب نغني ما تزرقوش صوتي مني، حب نطير مع الأطيار، حب يهديو لي نوار ومن رميد نشعل النار. بيا لا 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 لا، شوف فاتن انت مقربعة مقربعة. انت نورمالمون لي زيكريفان يمشيو يعملوا حفل التوقيع نتاعهم للسينيا كي في مكتبه ولا في هكا بلاصه كولتوريل، انت عملتها في ديسكوتيك لاباس؟ ديسكوتيك اه مش ديسكوتيك حانات جمله واحده بار لا 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 ريستورون اما فيه ال فيه فيه الكذا والشاي فيه الشروي والدنيا بيان سيغ يا اخي نفرح بك اولادي هذوك مكتبتي خارجين مني نفرح بهم بالحق بو موا سي تري امبورتون الكتاب يخرج من روحك ونقعد نخدم عليه ونتعب عليه وعمك الطاهر يقول لي عاود هذه وعاود الاخرى ونسهر في الليل نحب نحتفل مع اصحابي كيف يجيو يبداو عندهم بلاصه فين يقعدوا مش زعما كي لي ندوه نبداو مره استدعاوني الندوه انا ماني ما نحبش انا نجي لتونس نقعد جمعه نحب نسر ما نحبش نمشي الندوه شو كارثه هذه والله والله حاسس كانك عامله الكتب السبه باش تخرج تسهر وتبلبزها ليه والله ليه والله اللي بهين كتبت قلت لي كا مبروك عليك ديجا جائزة علي الدعاجي 2018 يعني الكتاب هذايا احسن كتاب تونسي اسرار عائليه لفاتن الفازع ان شاء الله الكتاب جديد ينجح من الحب ما فشل ديجا عطيتنا هكا نافونغو على الافكار اللي في الكتاب بس دونون في واحد باش يقراه وباش يشوفه نخلي لك فاتن كلمه الختام سايس روحك اول حاجه باش نعقب على كلامك انت حبيت نقول لك اراه بلاش هبال ما تنجمش تعمل كرياسيون معناها كلكو سوا شنو هي الكرياسيون اللي باش تعملها كان ما تبداش انت عندك حاجه سبيسيال راك ما تنجحش معناها دونك انا راه هذاك الحمد لله هذيك نعمه من عند ربي نحمد عليها ربي كل يوم. تحمد في ربي على الهبال اللي عندها. اي الحمد لله. هبال هذايا ديجا. خاطر هو مخليني سعيده باقي راني نحب نلم ونكون ومتغشى الحمد لله عاش ما كسبت منه. ترفر. بيان سيغ حتى والله لتو اللي قبضت حتى فراني. نعطي فيهم. كلمة الختام أو واحد منتف قال لك برافو فرعزتو الفرع في بعضنا حسينا ببعضنا قلت لك شعرك بالجيل والله كان جيت زوفر راني حبيتك دونك كلمة الختام أنا ديما عندي رسالة أمل في كل آخر كتاب هذيك نحب للناس الكل يا راكم تحبوا تتحبوا ويغزروا لكم بعينين تلمع ويحتويكم قلوب قد الدنيا وانتم خرجوا احلى ما فيكم اتوا العالم بيدو يعطيكم احلى ما فيه ميرسي فاتن الفاسة قوم ولا قوم ولا اقعد دبر راسك انا مصلي الكتب نتاعك خلينا نعملوا شويه بروموسيون فاصل ثم نعود